ولازم تتفاعلوا، تتفاعلوا كل اهلاوي وزملكاوي. ايه؟ لا لسه، فخلينا نمشي مع بعض يعني، خلينا نقول ان محمد الصباحي مثلا، كنت انا هتكلم في جزئيه لمحمد الصباحي زي ما انتقدنا الحكام بشكل كبير قوي قوي قوي، فمش مساله قسوه على الحكام وبس، لما يبقى في حاجه كويسه لازم نشير ليها. محمد الصباحي عمل مباراه عمره في مباراه الزمالك وسموحه، مش مساله ان هو كان احسن واحد في الفرقتين، يعني احسن من فرقه الزمالك واحسن من فرقه سموحه على المستوى الفني كاداره تحكيميه رائعه جدا جدا، لكن هتكلم على موقف حسام حسن نجم سموحه اللي اتعادل في الدقيقه 86. محمد الصباحي كان اكثر منه نجوميه لما حسب بنالتي في الدقيقه 92، والموضوع هنا مش موضوع انه حسب على الزمالك بنالتي، طب ممكن يحسب على الاهلي بنالتي وبرضه يبقى كويس ويبقى هايل جدا لو كان بنالتي صحيح، مفيش مشكله اطلاقا، واحنا بنقولها على نفسنا قبل ما نقولها على غيرنا، لو بنالتي على الاهلي في الدقيقه 95 يحسبه ما تترددش ابدا، لو في الدقيقه 97 لو في وقت بدل ضايع ممتد يعني احسبه ما تترددش ابدا. فهنا محمد الصباحي له كل الاشاده والتقدير انه حسب بنالتي على الزمالك، رغم ان الزمالك ما بتحصلش كتير مع الزمالك، خلي بالكم يعني اعملوا احصائيه كده هتلاقي ان الزمالك نادرا نادرا لو كسبان او كسبان واحد او متعادل او خسران واحد انه يتحسب عليه بنالتي في اللحظات الاخيره. ما قدرش يعملها جهاد جريشه وهو احسن حكم في الوقت الحالي في موسم 2014 2015 بنالتي ضد علي جبر، ما فيش اوضح من كده قدام الداخليه، بنالتي فظيع لعلي جبر لكن كانت الدقيقه 93 ما حسبوش جهاد جريشه. ما قدرش يحسب محمد معروف جول في منتهى الوضوح بعد ما تخطط الكره المرمى بجول لاسلام عبد النعيم من ضربه ثابته، تخطط المرمى واضحه جدا لكن كانت في الدقيقه 92 ما حسبهاش محمد معروف موسم 2015 2016. وكل ده لكن محمد الصباحي قدر انه يحسبها، ما ترددش ابدا، كان واضح جدا في قراره، فتحيه لمحمد الصباحي وبقولها لك، حتى لو مع الاهلي احسبها، حتى لو مع الاهلي احسبها مفيش مشكله اطلاقا، ما اتاثرش بالضغوط اللي قبليه قبل كده، فبنشيد بيك وبنشجعك، الموضوع عندنا مش شخصي ابدا ابدا ابدا، بنشيد بيك وبنشجعك على طول طالما انت عملت كده انت او غيرك مع الزمالك مع الاهلي مع المقاولين مع بيراميدز مع الاسماعيلي، ايا كان اللي انت شايفه احسبه.